بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام ولاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير الأمير محمد بن سلمان وإلى كافة الشعب السعودي وإلى جنودنا المرابطين على الحدود وإلى جميع الكوادر الصحية في وزارة الصحة برضو أقول لكم كل سنة وأنتم بخير ومن العايدين. أخوكم الفنان حسن الزهراني.